تشويه دمار وغبار، هيدا الوصف الناعم لصور هالكسرات والمرامل يلي عم تشوفوها. بس إذا بقلكن إنه هيدا المنظر فيه يتحول لمكان سياحي مميز بيحمي الطبيعة بتصدقوا؟ هيدا يلي صار بمنطقة ترشيش. لما وصلنا لمكان الورشة حسينا إنه الشغل ماشي بسرعة، تراب عم يتجمع وجورة كبيرة عم تنحفر. ولما سألنا رئيس البلدية جابي سمعان شو عم بيصير هون، هيدا يلي عرفني. هيدا كان محفير رمل عشوائية. هلأ اجتنا الفكرة ان احنا ما عنا اي مصدر مائي، وخاصة من بعد ما صار كتير حرايق ارتقينا بالبلدية من الدورة الماضية وهالدورة انه يكون في عنا مصدر لاطفاء الحرايق، يعني الهوليكوبتر تقدر تجي وسيارات الاطفاء يتزودوا بشي ليطفوا الحرايق. من هلأ لشهر مشروعنا بيكون اتحقق. هيدي بحيرة بمساحة 200,000 متر، بتسع 200,000 متر مكعب، مساحتها 15,000 متر مربع بعمق 13.5 متر، تقريبا مفروض السنة الجاي يكون خالص العمل نهائيا فيها، بس السنة حتكون مجمعة مي. هيدا مش كل شيء، فبالإضافة لتأمين المياه الصالحة لإطفاء الحرائق، هالبحيرة من المخطط أنه تأمن مياه الشفة والزراعة لأكثر من 7 ضياع بمعظمها زراعية. وأكثر من هيك، رح تتحول هالبحيرة إلى منتجع سياحي بتفتح حوله المطاعم والقهاوي المحاطة بجنين معلقة كانت كلها بالسابق أراضي مشوهة وكسرات. نحن حول البحيرة هلأ في ممر 25 متر حتى كل العالم يكون أكسسيبل، يقدروا العالم يوصلوا له كل العالم بسهولة، وهيدا بيكون منتجع لكل العالم مش بس لترشيش. أهالي ترشيش قرروا يستفيدوا من ضيعتهم ويفيدوا، ومن هون نشأت خطة لتحويل كل المرامل والكسرات بالمنطقة إلى جناين تفاح وكستنة بتأمن مدخول لكل بيت بالضيعة، وبتساهم بإنماء منطقة بتشبه كتير من المناطق بلبنان يلي آخر مرة زارتها الدولة بخدماتها كان بال1900 وخشبة. من مشاهد دمار لمشاهد خضار، تحت هالشعار قررت بلدية ترشيش انها تحول المقالع والكسرات القديمة الى مساحات خضراء وبحيرة بتقدر تستفيد منها وتفيد، على امل انه ينسحب هالشي على اكثر من منطقة بلبنان. من ترشيش، جورج عيد، MTV.